المحاولة ومنها الإجابة بجرأة، منا السؤال ومنها توضيح الحقيقة، منا السهم ومنها التسديد بدقة. ضيفة السهم في حلقة اليوم هي تاريخ الازدياد 17/7/1985، البرج السرطان، المهنة مقدمة سربة، ممثلة ومنتخبة جمالي. المواصفات: تجمع بين الذكاء والجمال وقوة الشخصية، مقاتلة من الطراز الرفيع، يخافها المحافظون ويعجب بها الحالمون. أول مقدمة سربة في تاريخ تبوريضة المغربية. هذه المواصفات تتطابق، وبروفايل واحد هو لي حليمة البحراوي. حليمة البحراوي، أنا غنسميك المرأة الحديدية. شكرا أخت مجدة على الاستضافة، وأنا جد سعيدة بتواجدي معك اليوم. لي الشرف أنني نكون أول إعلامية غدير معك حوار مطول. بالعكس، شكرا أخت مجدة، وشكرا أولا على التقديم اللي كان رائع. أول مرة كنكون في برنامج يعني بحال برنامج السهم، ونتمنى نكون خفيفة الضلع على المحبين هذا البرنامج. ندوزوا الفقرة الأولى. يلا، الفقرة الأولى في حلقة حليمة البحراوي وهي سهم في كلمة. حليمة، الفقرة الأولى المطلوب منك أنك تجاوبين على الأسئلة بكلمة سهلة. يلا حليمة، الحياة كانت معك قاسية مليئة بمفاجآت. أقصى شعور في الحياة بالنسبة لك هو الظلم. تظلمتي بزاف؟ تحاول يظلموني ولكن ما تنخليهش قوة، ما كنتقبلش الظلم. أغلى شيء في الحياة؟ الوالدين، الله يخليهم لك. حليمة تنافق عندما؟ كنافقش أبدا. حليمة تتنازل عندما؟ ربما إلا كان الأمر كيتعلق بشيء إنساني، يمكن مساعدة الآخر. بالنسبة لك الذنب الذي لا يغفر؟ وهو لا 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 الغدر. غدر، خيانة. أكبر حب في حياتك هو؟ من 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 بعد الوالدين هما والعود. أحسن ديالك. أصعب لحظة عشتيها لحد الآن؟ إقصاء العنصر النسوي في البطولة الوطنية المغربية. قرار كان صعيب على النساء اللي كيعشقوا التبوريضة. بزاف. غيرة المرأة في كلمة؟ مرات إيجابية ومرات إلا زادت على حدها تتكون سلبية. آخر سؤال، أكبر أحلام حليمة؟ الأجانب ولا البلدان الأخرى تكتشف شنو هي المرأة المغربية وفين تتوصل. سلينا الفقرة الأولى. مرحبا، كنشكرك على هذه الأجوبة هذه حليمة. يلا ندوزو مباشرة للفقرة الثانية. أنا هذه الفقرة كتعجبني حليمة خصوصا معك. يلا مشاهدينا مباشرة، سهم القلب. سهم القلب، الفقرة الثانية حليمة باختصار هي محاولة اكتشاف واحد الجانب اللي بزاف ديال الناس ما كيعرفوهش على المشاهير. حليمة، انت بنت، يقال انك بنت أسرة ميسورة، يعني أسرة الحمد لله ميسورة ماديا، وانك كنتي في صغرك انت المفشة في العائلة. وهذه البداية ديال هذه الفقرة كتجيب ليا جبتي اختي مجدة معلومات البداية، راه باين شنو جاي. تماما، احنا واحد الاخوة، احنا ثلاثة ديال الخوت، كاين اختي كبر مني وانا وخويا صغير، ولكن انا كنت يعني ربما يمكن شخصيتي ويمكن تنفرض الشخصية ديالي ولا هذا، كيفاش كنت مفشة من عند الوالدين. كل شيء كان ضدك حليمة، اكيد يمكن حتى الاسرة في الاول كانوا ضدك. ولكن انت متمردة جدا، ومن الاخر من الاخر انت صعيبة، يعني انت شخصية قوية جدا. 14 عام، بنت مغربية من أسرة محافظة، كتقول أنا بغيت ندير تبوريضة. لا، والفكرة هي أنها بغيت دير فرقة ديال التبوريضة خاصة بالنساء. أنا غنسمعها في ذاك، خصوصا في عيني في ذاك الوقت، غنقول هذه إما حمقة إما ماشي نورمال. عاودينا القصة حليمة. نفس الكلمة قالوا الوالدين ديالي فاش قلتها، قالت لي الأم ديالي انت راه حمقة. في السن ديال 13 سنة كان يعني ما قبل ما عمره ما كان عندي فكرة باش نكون فارسة ولا في عالم الخيل ولا، ولكن في ذاك السن باختصار كنت مشيت للموسم، وكان الوالد ديالي عنده واحد العود
غير بور لو بليزير واخدو هذا وبغيت غير ناخذ عليه صوره. تما فين اكتشفت ان المراه ما عندهاش بلاصتها في هذا الميدان. تم الطرد ديالي وانا صغيره من رجال وما تقبلوش، وانا يعني في داك القمع خلاني كنفكر مع راسي تنقول ماشي غير نسيت، يعني في داك السن ديالي 13 سنه خصني ننسى ديك هذيك اللحظه وصافي وندوزها وتمشي. هبطوني من فوق العود قال لي خصك تمشي مع العيالات، انت ما خصكش تركبي على العود، العيالات ما تيركبوش على العود. ما عمرك تنسات لك هذا؟ لا ما يمكنش، راه يا تما فين تعطات الشراره ديال التحدي. و يعني كنقول لك انا في ذاك السن لا البنات اللي في السن ديالي ولا صحاباتي كيمشيو تيلعبوا تيديروا حوايج اخرى، يعني واخا كاع يخاصم عليك شي حد في ذاك لاج في ذاك الوقيته تاخذها عادي وصافي. ولكن انا تنقول علاش المراه ممنوعه من ما تركبش على العود؟ وفعلا كنت كنشوف ان النساء فقط كيكونوا لداخل في الخيمه، لداخل في الوتاق كيوجدوا كيوجدوا الماكله وصافي وكيقابلوا الاسره ديالهم فقط، ولكن باش يخرجوا على برا ويكون عندهم واحد الكونتاكت مع لو شوفال يعني ممنوعه. وبقيت مرضني هذاك حسيتي بالحقره؟ هي اللي ما تنبغيش هي الحقره والظلم، هذوك هما اللي خلاو لحد الان عندي واحد الكره شديد منهم، ما كنتقبلهمش. والحمد لله يعني يمكن كانت شخصيه شويه كبر من سني وحتى العقل ديالي كان كيفكر كبر، ولقيت مساعده ديال الوالدين ديالي. يعني كون ما كانوش الوالدين ديالي شويه تقبلوا واحد شويه، وخاصه الوالد ما كانش غادي يمشي بعيد يمكن في هذا الميدان، لان الام رفضت والاب وافق. الوالده ما كانتش موافقه؟ لا لا لا، الام ديالي كانت باغا الدراسه وعندها احلام شنو غادي نكون وخصني نتبع قرايه ديالي والزواج كيف اي ام، يعني خصني نقرا ونخدم وندير اسره ديالي. الاب ديالي لا، كان يمكن نخدها غير باش حيت انا شعبيه مع الوالد ديالي ومطلقه معاه وكنبغي اي حاجه تيبغيها. قال صافي غتونسني حتى في الخيل ندير ليها الخاطر ديالها، ولكن ما توقعش انا شنو الافكار اللي عندي انا في العقل ديالي ما قلتهمش ليه. ما كانش متوقع مني واش غنركب، واش غنولي فارسه، واش من بعد غنحط في الارض الواقع فكره ديال فريق نسوي. هذا ما عمره كانت عنده في الخيال ديالو. باش وليت فارسه وباش دخلت الوالد ديالي حتى هو قنعته باش يولي مقدم ويشري الخيل ويولي حتى هو يدير الصربه باش انا نكون حداه باش ما يمنعني حتى حد. هذا كان يعني خطه محكمه كنت درتها استراتيجي باش نولي فارسه. وفي ذاك الوقيته ديال عامين ديال 3 سنين نبدا ناخذ معلومات ونبدا نشوف الكواليس ديال هذا الميدان اشنو فيه، كيفاش تولي فارس، كيفاش تولي مقدم، شنو هما التقاليد، شنو هما القواعد الاساسيه، كيفاش هذاك الاحساس فاش كتشوف شي مقدم راكب ولا شي فارس وكيجي واحد كتنبهري به، وكيفاش منين جاي هذاك الشيء. فهذاك الشيء كامل كنت كنبحث فيه وانا صغيره. انا كنبان لهم غير كنركب على العود وكنتبورد معاهم، ولكن انا كندير بحث في الداخل ديالي مع راسي ما عارفه حتى شي حد. تدرت بلاصتي مع الناس ديال الخياله. عاد واحد النهار جمعت الوالدين ديالي قلت لهم عندي واحد الفكره، علاش كتقلبي تاني؟ اشنو الفكره تاني؟ شي مصيبه جايبه لنا حليمه. فيهم راه ندير مقدمه. انا غير قلت مقدمه ما قلتش ما كملتيش. في انت حماقيتي، انت غير فارسه ودابا ضاربين مع الناس، شحال من واحد ما تيبغيكش تكوني معنا في الصربه وهذا وهذا وهذا. قلت لهم لا، ما بابا كيسحبني على الرجال. قلت له لا ماشي على الرجال، انا غندير صربه البنات. قال لي انت مسطيه، انت كتخرفي ونوضي تنعسي راكي كتحلمي. فقي فقي. ولكن لا، منين قالوا لي هكاك عرفتهم ما غاديش يعاونوني. فبقيت كنمشي للمزرعه فين كنشوف الخيل وكندي معايا البنات، شي وحدين كيقراو معايا، واحد بنات خالتي، غير كنقول لهم دوزوا السبتو الحد. وانا ملي كنمشيو تنحاول نزرع فيهم حب الخيل بشويه بشويه حتى ولاو حتى هما تيقول لك غتوصل السبت خصنا نمشيو نركبوا. وهادشي كله خزنا من الوالدين ديالي. يعني كندير التدريب ديالي بالفريق نسوي، كنا غير خمسه البنات وحتى واحد ما عارف. ملي كتوصل الوقيته ديال الوالد ديالي كيجي من الخدمه كنهبطوا الخيل كنحيدوا داكشي كامل، كنرجعوا كلشي لبلاصتو، نرجعوا طبيعي عادي. حتى لواحد النهار اللي غادي شي حد من العروبيه قال له راه بنتك راه كيركبوا هنايا، جا على غفله لقانا راكبين. الحمد لله بلي كلشي واخد التوازن ديالو، كلهم عندهم شادين بلايصهم متحكمين في الخيول ديالهم. قال لي شنو هادشي؟ قلت له هادشي اللي عطى الله، داكشي الفكره اللي قلت هي اللي غادي ندير. ما دازش واحد 6 شهور حتى كنتفاجئ بناس كيسولوا لنا من العماله ومن مجلس بلدي، كيجيو حتى العنوان ديال الدار بغينا نشوفوا حليمه. بابا تخلع، خلي درتي شي
واش درتي شي مشكل؟ اكيد مصيبه دايره حليمه. ما درت والو، قال لي لا راه جايين كيسولوا علينا. المهم قال لي ماشي انا اللي درت شي حاجه، راه انت مسؤوله. فجاو هما فرحانين قالوا بغينا راه كاينه واحد الرساله من شريفه للامينه، وراه كاين واحد ليكيب هنا في محمديه راه بغات تشوفهم، لان كاين البطوله الوطنيه في دار السلام ديك الساعه في 2003. وانا داك الشجاعه عندي والشخصيه وداك التدريب وداك الفكره اللي عندي جاتني الخلعه، لان كنقول كيفاش انا من يعني غير في الدوار وفي العروبيه ومع البنات وغير في الموسم ومهرجان، كيفاش غنمشي البطوله وطنيه وانا ما مستعداش؟ يعني ما بحال ملي كتطلعي فوق الخشبه وكتجيك واحد الرهبه ديال انا ما عمرك طلعتي سور سين. فقلت لهم انا البنات ما كيركبوش، يعني الفكره الرساله اللي غيوصلوا للشريفه الله يرحمها ان البنات ما تيركبوش غير شويه على الخيل، يعني باش ما ندخلوش في شي منافسه. فعلا جات مشينا للرباط 2003، وكنعقل على داك اليوم اللي كان ما عمره ما ينسى من الذاكره، لانها غادي بنيات صغار. حنا شحال كان في عمرك؟ كان 16 عام. واو. والبنيات سلمات شي وحده عندها 13، شي عندها 15، المهم كلشي صغيور. كلشي زعيمه عصابه حاليا. كلشي صغير وغادي، وشافتنا قالت لهم واش هاد البنات هما اللي كيديروا التبريد؟ قال لها الوالد ديالي هاد هما نعمله لا اللي كيديروا. قالت له ولكن الخيل اللي كركبوا عليهم هاد البنات كي دايرين؟ قالت لهم بغيت نشوف الخيل. المشكل ان الخيل اللي كنركبوا عليهم حنا، انا معنيده جدا، يعني الخيل اللي كان خصاتي خصو يكون عنده، خصو يكون قوي، خصو يكون قبيح، خصو يكون عنده الكاريزما، خصو. واصلا الخيول ديال التبريده كتكون ديجا عندها واحد الكاركتير، واحد الشخصيه قويه، كتكون صعيبه ما ساهلاش. منين كيجيو دوك الخيل كل عود شادينو ثلاثه كثرت ما قباح، وانتي غتركبي عليه وانت عندك 16 عام وحده اخرى 13، خمسه ديال سبعه ديال الخيل كل واحد كلهم كيخلعوا. قالت لهم واش هادو غيركبوا على هاد الخيل؟ يلا هادو ما دياولهم. وديك الساعه داتنا للدار ديالها، وديك الساعه خدينا الاسم ديال فريق السلام نسبه لدار السلام في الرباط، واحتضنتنا ومن تما بدات المغامره ديال حليمه. بدات المغامره ديال الاول فريق نسوي في المغرب وفي العالم العربي وفي التاريخ ديال التبريده. حليمه كما كنقولوا ما كاينش شي نجاح بلا ضريبه. انت خلصتي واحد الضريبه اللي ما كانتش رخيصه باش تحقي هذا الحلم هذا، وهي الدراسه. الا رجع بك الزمن اللور واش عاودتي تاخذي نفس القرار؟ ناخذ نفس القرار، ولكن نحاول نخرج شويه ديال الوقت للدراسه، ولكن ما نقدرش نتخلى على على ولوج المراه الميدان التبريده نسمح فيه باش نمشي نقرا. بزاف الناس قاريين، والقرايه كتلحق ربما ما عندهاش سن معين، فعلا تقدر تقرا من بعد، ولكن هذاك تحقيق ذاك النجاح اللي صعيب انك تحققه في ديك الوقيته، وصعيب انك تدخل التاريخ من بابه الواسع، فغنعاود نفس الاختيار. يعني ما كاينش ندم، ما كاينش واحد الحرقه ان انت عندك المستوى الدراسي ديالك نيفو باك. نعم. وما خديتيش البكالوريا، وعندي واحد السكوب اكديه لي انك هذا العام قررتي انك دوزي باك حر. صحيح هذه المعلومه؟ صحيح، ولكن منين جبتيها؟ حيت حتى حد ما عارف شو كندير هكذا. كيفاش توترتي حاليا؟ شوف، هو اي حاجه يعني كتكون موهبه ولا كتكون رياضي ولا كتكون في اي مجال، لا بد الدراسه ولا بد، لان ملي كتبغي تستقر ماديا ربما، ولا كتاخذ واحد كتحقق ذاتك في واحد المهنه، فخصك يكون عندك واحد الشواهد لا بد منها، واحد المسار خصك تدوز منه وتكمله. المرأة اللي كتخرج بكري كما كنقولوا لمدرسة الحياة وكتعلمها بزاف ديال الحوايج، ثقتك في الناس سهلة ولا صعيبة؟ كانت سهلة، كانت بحال اي انسان لما تيكون في الاول ديالو، لما كينضج يقول لكم غير ما دارت، شكون غير ما دار، علاش تبدلت؟ وكان فاش كان سبحان الله فاش كنزيدوا دائما واحد الخمس سنين ولا 10 سنين من عمرنا، كننضجوا اكثر وكتبدلنا الافكار ديالنا، ما تيبقاوش هما هما. كانت عندي الثقه بزاف، وما نكذبش عليك باقه لحقاش تنقول مادام انا بنت الناس وانا مزيانه وانا كنبغي الخير للناس راه كاين بحالي، فباقي غير هو نقص ما بقاش كيف كان. يعني لما كيضروك الناس بزاف. تغدرتي من المقربين؟ بزاف. كان المهم هو كتغدر من اللي قريب ليك، كتكون رد البال مع اللي بعيد.
كتكون عطي الامان كما كنقولوا الناس القراب كتلقى ان الضربه جاتك من تماما هو الضربه ما تجيش من العدو، العدو كينافسك وتتحداه وكتدخل معركه وحرب وهذا، ولكن اللي كتبغيه وكتحط له الراس ربما هو اللي كتترد منه البال، وهذا الشيء اللي تعلمنا منه والحياه مدرسه كنتعلموا منها بزاف ديال الدروس. كنطيحوا ونعاودوا نوضوا. تماما. غادي نهضروا دابا في واحد الموضوع ما عمرك هضرتي فيه. كنشوفوا المراه القويه حليمه كيقولوا انها مراه كتخلع الرجال. شوف فاش كنت داخله من الباب واش خلعت شي حد؟ لا مش الرجال العاديين، لكن الرجل اللي كيكون مثلا كتعجبو داك المراه كيفكر ألف مره قبل ما يتقرب منها بحال اللي غيتقرب من اي مراه وحده اخرى. كاين اللي ربما تيعجبو يعني على برا تيجي واحد المراه اللي عندها حقها من الجمال وكيجي يعني على اساس عجباته ويدير معها واحد العلاقة جدية وكذا، ولكن هو إن فوا ملي تيجي وتي هو جيبو الشكل الخارجي هو ما شافش الشخصية بعدا، لما تيتعامل معها مع ربما نقول كندوي عليا ملي كتعامل معايا تلقى أن كاينة واحد الشخصية قوية، مرة اللي كتاخد قراراتها لراسها، مرة اللي كتفكر ألف مرة قبل ما تهضر، عارفة شنو باغا، عارفة شنو تدير، عارفة الأهداف ديالها، عارفة متمكنة من بزاف الأمور، ربما تيتخلع. كيتخلع كيهربوا. ما تيهربوا تيهربوا، ولكن أنا كناخدها في الجانب الآخر ديال المكتبش. ولكن بعض المرات كنتخلع تنقول واقيلا لا عندي حدايا شي مكحلة ولا شي حاجة ما كيخاف كيخاف ولا تقالت لي ما نقدرش ان تخاف بزاف عليا، لان الراجل دائما تيبغي المراه اللي تيف ما غاديش نهضر على السلبي، ولكن الراجل ك طبعو خصو يقرر ياخذ القرار ديالو، يعطيه هو الفكره ديالو، هو يعني يوري المراه شنو خصها، لما تيشوفك انت قد بقدودك وعارفه شنو كديري ما ربما ما تتقبلش، ولكن ماشي كلشي دائما ما تنعموش، كاين اللي تيبغي المراه القويه لان ربما كتساعده في الافكار ديالو، كيلقاها سند، تلقاها مصدر ثقه، والمراه القويه راه تتعول عليها في كلشي اكيد تقول الا في كل شيء تقدر تقادرت بزاف الحوايج هو ما يقدرش يدير منهم حتى شويه، وبالعكس كاين الرجال اللي تيبغيو المراه القويه ماشي عكس. سمحي لي نسولك واحد السؤال خاص، الحاله العائليه ديالك حاليا متزوجه عازبه؟ لا انا مطلقه. مطلقه في تزوجت كانت واحد العلاقه ديال الزواج وما كملاتش ما كتبش ما كملاتش، ومن بعد كملت في المسار ديالي الرياضي ودخلت الميدان الفني والسياسي وبقيت غاده بلا ما يعني كنقول انا الزواج اقدار وكسمه ونصيب وكيكون مكتب ليك، غير هو واحد الوقيته كتولي تتقول خاص الانسان تكون عنده اسره يكون عنده وليداته خاصو يكون، وفي نفس الوقت نقول واش ممكن تحقق كل شيء، تما كيبقى عندك واحد التحدي مع نفسك واش تقدر حليمه تحقق كل شيء، قرايه فن رياضه سياسه اسره، هنا كندخلوا في الحاجه اللي لوجيك وانا كنبغي لا لوجيك، دونك فكنقول يمكن الا زدت خدمت على راسي وتحديت راسي اكثر وصبرت اكثر ممكن ان الانسان يقدر يحقق بزاف الحوايج، ماشي حتى حاجه مستحيله. يعني ممكن تعاودي التجربه مره واحده اخرى؟ طبعا يعني ماشي خديتي قرار انك صافي ما نجحتش التجربه الاولى صافي؟ لا ما كاينش قرار، لا بالعكس باغا ندير اسره تكون عندي وليداتي، حتى انا باغا ندخلهم لنفس الميدان حتى نشوف فيهم ديك الشوفه اللي شافوا فيها الوالدين ديالي ونساعدهم اكثر، مازال الوالدين ديالي راه عاونوني ماديا ومعنويا وما كانوش عندهم درايه، مي انا عندي درايه بالميدان فغنساعدهم اكثر، وبالعكس غير هو خاص الشخص المناسب، الشخص المناسب اللي غادي تلقيه سند في هذه الميادين. انا المشكل شنو هو ان لما تيبغي شي حد يتقدم مثلا للزواج يقول لك وصافي خديتي يعني حقك درتي الرياضه درتي الفن درتي هذه صافي دابا ديري الاسره وديري، وانا ما انت مستحيل تنازلي من اجل رجل؟ لا ما يمكنش مستحيل،
لا علاش غنتنازل؟ غنتنازل على الرياضه اللي هي شريفه، غنتنازل على واحد الرساله اللي ما كملتهاش مع 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 بنات مغربيات اللي كيبغيو هذا الميدان، خصني نساعدهم. انا مازال كنحس انا عندي مسؤوليه خصني نكملها في الميدان الفني كذلك. ما كاينش حضور قوي ديال الخيل وديال الفارسات وديال انا دخلت لهذا الميدان. عندي كنحس براسي عندي واحد شي حاجه ثقيله عندي، وخاصه الرجوع ديال البطوله الوطنيه النسويه. لو كانت ترجع ديك الساعه نقدر نقول واخا وانا خليتكم في امان الله، كملوا الله يسهل عليكم ونمشي انا نرجع ندير نكمل اسره وفي عائله. ولكن ما حدي عندي واحد المسؤوليه، خص اللي غيكون معايا يعاونني، غيصبر معايا ويعاونني ويتقبل هذا الميدان. حليم، شنو هي مواصفات الرجل اللي كيعجبك او اللي يقدر يخطف قلبك؟ شوف، هو غير كلمه رجل تكفي. الا بغيتي تعطيها التحليل ديالها راه فيها بزاف ديال الحوايج. يمكن يكون تيشبه شويه الاب ديالي، حيت ما شافش فيا، ما دارش نظره دونيه، ولا دي بنتي غير بنتي غير كتخربق، ولا ما نعاوناش، ولا غنخسر عليها الفلوس ما يبقاوش عندي، ولا غنتحدى الرجال على قبلها. وكان كيسمع المعيور، وكان كيسمع التهديدات، وكان وبارفو ما تيبقاش عنده الماديات، يعني كلشي تيخسروا عليا، وتيعاود من الاول وتيتقاتل معايا وتيموتوا الخيل وتيعاود يشري يعني خصني يعني كنت تقريبا بحال الاب ديالي، يكون كيف ما يبغي لراسو يبغي ليا. اخر سؤال وغادي نسدو سهم القلب، عندي جوج تسميات وعطيني عليهم تعليق: ورد ورعد. الخيل هذا الحب ديالك، هذا جوج هما هذو الخيل ديال ديال حليمه. علاقتك بالخيل شي حاجه خياليه، شحال موصفنا. انا اللي كنسولو عليك حليمه كيقول لي حليمه كتعامل مع البشر بحب واحترام وكل شيء، ولكن داك الحب اللي كتعطي للخيل ما كتعطيه حتى انسان ربما. واش بصح؟ تماما. ما عرفتش، يمكن انت ام الله يخلي لك وليداتك. امين. واحد الاحساس ما حاساش انا مازال، حيت ما عنديش تجربه ان شاء الله. ان شاء الله. ولكن راه ربما كنحسو مع الخيل، حيت كنفيق الصباح من الفراش نمشي نشوف بعدا واش فايق مزيان، واش ما دار والو، واش فيه البرد، واش في الليل كذلك قبل ما ننعس. خصني حتى في النعاس كنكون ناعسه مثلا 3 الصباح 4 غرقد النعاس، غير شي حركه تيديرها كنوض كنجري. هو حساس، وتقدر ما تعرفيش شنو، يكون حزين ولا ما كنتيش عندك واحد لو كونتاكت معاه، ما تعرفيش واش حزين ولا لا، تيبكي. شحال مره كنكون تنتعطل عليهم، واخر عاود لي كان توفى كان مات، تعطلت ومني جيت مشيت عنده ديريكت وبدا كيبدا تيهبط في الدموع تيبكي تيبكي. حليمه، في خبرك استمتعت بزاف معك في هذه الفقره. بارك الله فعلا فيك. قصة حياتك تستحق فعلا انها تقدم للناس والله. شكرا اختي نجده. مازال واحد الفقره واحده اخرى حليمه، مازال مجدالك واحد الاسئله. يلا ندوزوا الفقره الثالثه، ولا هي سهم القيل والقال. سهم القيل والقال حليمه، بحال كاع المشاهير بزاف الحويجات كيتقالوا عليك، وانا غنستغل اليوم الفرصه باش تاكدي لي انت هاد المعلومات اللي تقال عليك في المجال، لا في الفن ولا في التبوريدة، يعني كتقبلي النقد؟ البناء اللي في بلاصتو. واخا نسمعوا أول معلومة تقالت عليك أو تقال عليك. يقال أن حليمة البحراوي تعرضت لمحاولات قتل من أجل إبعادها على المجال. تمام. كاينة هذه الحقيقة؟ كاينة. عارفة شكون حليمة؟ يعني عارفة شكون اللي كان غيتسبب في المقتل ديالك لولا لطف الله؟ لا، ما يمكن تعرفي علاش ولا شكون في هذا الميدان، حيت لما تيكون شي تظاهره ولا شي مهرجان تيكون البلاصه اللي فيها البارود فيها بزاف الناس، لان الفريق تيتكون مثلا من حد 40 كذا، 40 فارس المكحل ديالهم كاملين كيتحطوا، كلشي تعمر بالبارود، ما كتقدريش تعرفي شكون عمر لك البارود وشنو ما عمرش. يعني انا المحاوله ديال علاش سميتها محاوله قتل؟ حقاش ما كانتش صدفه وما كانتش اول مره، تكررات 3 المرات، وما عندهاش علاش غتكون.
حيت انا قبل ما نبدا في الميدان تعلمت بعدا البارود شنو هو، منش كيتكون، كيفاش كيعمر المكحله، شنو منش كتكون من الداخل ديالها، البارود منين تيدوز منين تيخرج، عارفه كيفاش عارفه هذا العالم ديال البارود، يعني ما ماشي ما عارفاش باش غدار بيا ولا. والمكحله كنعقل مثلا كنعطيها لواحد الشخص ماشي كنثق فيه ولا ما تنثقش فيه غير معانا، يعني ما غنسبش فيه هو، ولكن نعطيها لي تنقولوا تعمر تيجي بالي واحد اخر مثلا بحالي كتلاوح شويه. ما هي المكحله ديالي معروفه كتكون باينه، انا دائما معلماها كل شيء عارفها. والغريب في الامر هو انك تعمر بالكثر من القياس ديالها، القياس ديالها باين ولا زدتي اكثر منه راه ما غيوقع والو، ولكن هذا كيكون قياس ما غنقدرش دابا نوريك لان خصني المعدات باش نوريك كيفاش غتفهمي اكثر. مثلا كتهز شغ نقول لك كاس ديال اتاي اكزومبل، كنلقاها هزه 5 ولا 6، انا راه فات العدد. وشنو هذا اللي معمر راه فات العدد لكاع القياس، واخا يكون ما كيعرفش. والغريب اللي غادي نعاود ندير له ليا ما بين هاد كيوقعوا ليا شي حوايج غريبين وروحانيين، المكحله ملي كتعمر وكنبغي نخرجها ما كتخرجش، كنعاود نعاود ثاني المحاوله وما كتخرجش، كنبقى مضاربه معها ما كتخرجش. ملي كنعطيها لشي حد كنعبروها بواحد الطريقه باش ما تكونش، ملي كيشكوا فيها كتعبر، تيديروا ليها كيغسلوها بالماء سخون ولا تيديروا ليها ولا تيبغيو يخرجوها بعيده كتتكامله. مره اخرى ثاني مهرجان اخر موراه كيعاودوا نفس الطريقه، كنعاود نخرج من النيه ديالي، انا النيه ديالي ما عنديش النيه ديال ما كتبغيش تخرج. ولو خرجت شنو وقع؟ كتشتت كتموت، كتشتت فيك، كتدخل لك الحديد، كيدخل فيك الحديد، كيدخل فيك الخشب، بزاف الناس ماتوا يعني اللي ما ماتوش بقاو يعني شلل يعني نصفي ولا كل حياتهم كامله، داك الحديد فيها حيت هي فيها غير الخشب والحديد، راه بحال شي قنبله يعني ملي كتفركع كيدخل كاين اللي كيدخل له الحديد للقلب ولا للمخ ولا للريه ديالو ولا الخشب حتى هو تيدخل فيك، يعني كتشتت كتولي مفرته كامله وكتدخل في ماتوا بزاف الناس بالطريقه هذه. حالي من دوزول واحد الاشاعه كتقال عليك، تاكديها لي. مرحبا. ولا تنفيها حليمة، يقال أن علاقتك متوترة مع بزاف ديال النساء من الأخر. العيالات ما عندهمش معك بزاف. هذا ظلم. اللي قال هادي يمكن ما عرفش يشرح. تخليت على الدراسة ديالي، تخليت على تكوين أسرة، تخليت على حياتي، تخليت على أحلامي، وجريت والدين ديالي مساكن تعبوا معايا، تكرفصوا معايا، تعذبوا معايا، وتحديت ودست بزاف المخاطر وبزاف المشاكل، قاسيت وعانيت بزاف في هذا الميدان على قبل المرأة، على قبل البنات، يعني ماشي عليا أنا راه شحال واحد يقول لي حالي ما صافي انت حققتي ذاتك وصلتي راكي بطلة راك ثلاثة الميدالية الذهبية واخا وعرف شنو وقع باش توصل لك الواحد، مي انا هادشي دايره على البنات، ومازال كنتحدى ومازال كنخدم ومازال كنقلب وكنبحث بزاف الحوايج على قبل البنات. فكنلقى وانا كنت كان من صغيره كنقول انا ضد الرجال، من صغري وانا كنقول لهم ما كنتش كنعرف كنقول لهم لا انا الرجال ديال الخيل انا ضدهم حيت هما يقمعوني يمكن في الاول وانا جمعت كل شيء، كانش عن العقل ديال الصغور، وكنت دائما كندافع على المراه بصفه عامه، في حين ان واحد لقيت كنتصدم ان ماشي كل شيء ما غاديش نعمم اكيد، ولكن واحد الفئه بسيطه جدا وصغيره تتكرهني وانا كندافع عليها، ما تتبغينيش وانا كنضرب التماره باش تكون هي، يعني ما كيجيو تجي مثلا صربت البنات وكتلقى المهرجان واجد وتتبني على خاطرها الوثق ديالها وكتحط الخيل ديالها في امان الله وتستقبلوها وتتلعب مزيان وتتبورد مزيان وعندها البلاصه ديالها وسط الخياله وسط، راه ما جاتش هذاك الشيء عبث، راه كفاح، راه جات من بعد واحد الخدمه من قبل، واحد الخدمه مكتفه، واحد العذاب ديال واحد الشخص اللي يمكن خلى لكم اللي خلى هاد الطريق سهله. وكنت كنقول انا لو كان جيت ولقيت غير شي حد قبل مني كنت نمشي
يعني لقيت وحده قبل مني وحقات هذا الشيء ناخذ منها البركه ديالها وتدعي معايا وبالعكس تكون صديقه ديالي وتعاونني وتعاوني في الشق ديال الطريق ديالي. ما علاش ان ما ناخذهاش عدوه. وللاسف هذا الشيء كنلقاه بزاف بزاف ديال في هذا الميدان بزاف خاصه في الجانب ديال البنات. ولكن كاين تبارك الله مقدمات وفروق اللي هما في المستوى. علاش عندهم هاد العلاقه المتوتره معك؟ واش هي غيره؟ واش هي كيخافوا منك؟ واش انت اللي صعيبه؟ شنو في نظرك يعني بشكل هكا محايد اللي بغينا نفكروا؟ هو يمكن تيجمع بزاف د الحوايج، هادشي كامل كيتجمع لان واحد الوقيته بقيت كنحلل وحتى الناس لونطواج حتى اللي في الميدان تيقولوا لي حالي ما بغينا نسولوا علاش 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 فلانه ما تتبغيكش، علاش فلانه كتكرهك، علاش فلانه، وانا ما عنديش بها علاقه مباشره نهائيا. تنقول لهم الا لقيتو نتوما الجواب قولوا لي، انا راه ما لقيتوش، انا ما كرهتش، ما كرهتش نكونوا كلنا صحابات ونكونوا كنحس بهم بحال خواتاتي الصغار وكلهم يعني كان بالعكس نحميهم من هذا الميدان ونعطيهم اسرار ونعاونهم بزاف د الحوايج كنبغي نديرهم، مي كنفضل نديرهم عن بعد وكنخلي الانسان حتى كيكتشف مع الوقت. يمكن هو كيكون خوف في المنافسه، ناحيه المنافسه يعني ما كنكون منافسه كنحس به يعني كنشوفهم حدايا ما غاديش نقول دائما ما تنعممش ربما يهزوا هذا الحوار وينسبوه ليهم يقولوا راه كتقاتل علينا ولا عليا ما تنعممش، ولكن واحد الفئه صغيره بزاف تتخاف من المنافسه ربما انا نربح. كاين ثاني علاش هي رقم واحد، علاش هي بطله، علاش هي على الاضواء ربما من هذا الجانب. الانسان ملي كيكون معقول وتيكون صارم وتيبغي يكون انسان غادي نيشان تيتسمى قبيح وكيتسمى ما مزيانش ولا خايب. هذه كاينه، هذه كنعيشوها يعني انا في التبوره ديال ما كتجي كنلقى واحد الخطا دايره واحد الفريق ولا واحد المقدمه ولا واحد الفارسه دايره خطا ما يمكنش نسكت على داك الخطا، كنوريها ها كيفاش دار، ها القاعده الاساسيه، ها الاصل، تما ما تيتقبلوش. داكوغ فانا ملي غندخل لهذا الميدان خصني نعرف القواعد ديالو القوانين ديالو الاصل ديالو ونعرف ماليه ونعرف الشيوخ ديالو القدام ونعرف كيفاش شنو اللي ما خصوش يدار وشنو اللي خصو يدار، وخاصه انا كمراه فلما نكون مراه في هذا الميدان خصني بزاف الحدود نحترمها وخاصني نكون حذره لما ندخلش ليه غير لان خاص اخلاق خاص انضباط خاص استمراريه خاص احترام خاص بزاف المسائل وخاص تمشي بالاصل. فلما تنقول العكس يمكن ما تيتقبلونيش. ندوز للتهم المواليه. باقي التهم مازال حليمه اليوم ما غتعاوديش تحضري لشي برنامج بسببي. حليمه يقال على انك درتي ثروه من تبوريده بما انك انسانه يعني طموحك ما كيتسالاش بديتي كتقلبي على الفلوس في مجالات واحده اخرى تمثيل سياسه ومازال كيتوقعوا انك مجالات واحده اخرى تقلبي فيها على ممكن دابا الانسان اللي كيقول شي حاجه خصو يقولها كيفاش غادي تحيديها له من راسه. اكيد هذا مجرد اشاعات يعني انا فقط واش فعلا انت كتبغي الفلوس حليمه؟ واخا هذا سؤال زوين بزاف. الانسان اللي تيبغي الفلوس ما غاديش يدرب واحد العدد كبير ديال البنات بدون مقابل يعني بلا فلوس. كنتحدى اي واحد يقول لي اعطاني درهم باش تدرب حتى من التأمين كنخلصوا على البنات. وكاين شي حوايج ما تنقولهمش كيبقاو في سبيل الله. هذا كنقول لك انا حبي للخيل وحبي للمرأة في هذا الميدان ما خلانيش كنتفكر كاع. وكيف قلت لك تنازل قبيله كانت نازل يعني الاشياء انسانيه. كيدوزوا عندك مثلا 40 50 بنت كيدوزوا معك 6 شهور كلها في دارك كلها معك يوميا، كيفاش هادو غتستضفيهم وكيفاش غادي يعيشوا معك كل نهار بالاحتياجات ديالهم؟ واش انت اللي كتوفري هادشي؟ طبعا انت اللي كتاخديهم اون شارج ماكلتهم و اقل ما كتصوري اقل شيء طاح لك على بالك. البنت كتعرف غير كتجي عندي كتجي عندي ما يمكن كتجي طويله يعني هادو كاملين راه باقيين حيين اللي غنكذبوا عليهم. بالنسبه ندير مثلا نقلب على مدخول ولا نقلب على الفلوس، الوقت اللي غادي نضيعو انا في المسرح 6 سنين المسرح ولا 7 سنين باش نتخرج وفي المعهد ولا وفي التمثيل وغنضيعو مثلا ندخل الميدان السياسي هاد الفتره كانت نقرا فيها وناخذ فيها شواهد وغناخذ
يعني بوست اللي غادي ناخذ فيه واحد البركه اللي هي غتكفيني الحمد لله، وغادي نعيش مزيانه. لان انا ماشي موظفه، ما عنديش مدخل، انا ما عنديش دخل قار، ما كملتش القرايه ديالي. السياسه ما عمر السياسه ما كتدخلي منها، بالعكس هذه كت هي واحد الوسيله باش كدافع على الحق ديالك والحق ديال الساكنه والحق ديال الناس اللي معك واللي ساكنين حداك. الفن ما عمره ما كان، وكنسمعوا الفن فيه الفلوس دابا حاليا اللي كاشي مؤخرا، يمكن مؤخرا، ولكن كيكون بزاف ديال 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 كيكذبوا على اللي كاشي. ما كاينش بزاف، ما كاينش الكاشي اللي واصل لواحد كتلقى ممثل يعني عنده 60 عام ولا 50 عام ديال الحرفه، راه ما تياخذش شي حاجه اللي هي كبيره. تبوريضة والتمثيل بصراحه، شكون المجال اللي فيه الفلوس كثر او فيه الربح المادي كثر؟ تبوريضة ما فيهاش، تبوريضة الا ما خسرتيش، الا ما بعتيش حوايجك ولا ما بعتيش باش توكلي العود. بعدا العود كياكل 50 درهم في النهار، غير العود 50 درهم في النهار، زيدي عليها الخدام اللي مقابلو، زيدي عليها بزاف الحوايج، الطبيب ديالو، هذا غير عود واحد، انت يكون عندك 5 6. وفي داك المواسم ولا في الملتقيات واش كاين الا ربحتي شي بخي، واش كتكون شي مقابل مادي هكا كيعوض الفارس على داك الثمره؟ لا 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 نهائيا. كاين البطوله الوطنيه هي الوحيده اللي كيكون الفائز ميداليه الذهبيه كتعطاه واحد لوكاشي ديالو، لان كاين التعب ديال التدريب ومع الفريق ديالو، هذا واحد ريكومبونس وصافي تعطوها له. ولكن الموسم ولا مهرجان كتخسري انت، كترونسبور عليك، الماكله عليك، كل شيء عليك، الناس جايين، يعني بحال دايره عرس فيه سيمانه. هو بور لو بليزير، بليا كتبلاي بشي حاجه خصها ضروري ديريها، خصها ضروري ما يدوش العام ولا بدا ما تكون عندك موسم ولا مهرجان على الاقل واحد ولا جوج، وداك الواحد ولا جوج كتخسري فيه واحد حتى 6-7 مليون في داك في داك في داك المهرجان واحد. مهرجان واحد. عندي واحد الفضول، وانت من هاد المره ما تخدميش السهم الحلقه كلها وانت دايزه معايا مزيان كتجاوبي على الاسئله. عندي واحد الفضول وعند الجمهور اكيد نعرفوا الاثمنه ديال الاحصنه، خصوصا حنا عارفين ان الخيول اثمنتها غاليه، فإلا سولتك على ثمن ديال اغلى حصان شريتيه في حياتك تستخدمي السهم بنتي؟ لا، حيت انا باغا تنقول لك راه ما عنديش الله يديك. لا يلا نستخدموا السهم ضروري خصو. شو عندك 3 المحاولات وانت تبارك الله. انا تبوريضة ماشي هو القنصرة، تندير الصيدة ولكن كدير الصيدة لا صافي. اذا خصك ضروري جيبي السهم في الهدف. كنظنش في الهدف. دايت ما كنظنش. القطعه الحمراء صعيبه. قربتي، عتي راه بقى لك شي 2 سنتيمتر على سينون. نجاوب ياك؟ هذاك سينون نجاوب خلعتيني بها. ما كنظنش. لا بعيدة. شحال أغلى خيل شريتيه؟ أغلى عود شريته ب 22 مليون. مازال عندك؟ لا. توفى؟ تقدر تشري حتى ب 100 ويتوفى الغدي أنت وزهرك. شحال دوز عندك؟ شي 5 شي 5 سنين. فعلا التبوريضة ماشي سهلة. شكرا انك جاوبتيني على التهم، شكرا ان قلتي لي قشابتك ماشي واسعة، لا جاوبتيني بكل جرأة حليمة، شكرا لك. شكرا لك. يلا ندوزو للفقرة الرابعة. مرحبا. يلا الفقرة الرابعة سهم الرأي، لكن بعد الفاصل. ورجعنا مشاهدينا في الفقرة الرابعة، فقرة سهم الرأي مع أودد حليمة. يهمني نعرف رايك في بزاف ديال المواضيع، ماشي عندهاش علاقه بالضروره لا بيك لا بالتبوريضه لا بالفن، نقدر نخرج لك من هاد المجالات هادي. مستعده؟ مستعده. حليمه، مع او ضد من يقول ان العنف اللي كيتمارس على المراه السبب ديالو هو ضعف المراه وماشي قوه الرجل؟ لا ضد. لا طبعا، لان المراه دائما قويه، المراه ما عمرها ما كانت ضعيفه. والرجل اللي كيمارس العنف على المرأة في نظرك؟ كنحسبه أنا جاهل، أنه ما مربيش ما مخلقش، جاهل.
نجي من وسط اللي عاش فيه. تعرضتي للعنف من طرف الرجل؟ عمر شي راجل هز يدو عليك حليم صراحه؟ هما تيخافوا بعد عادي هزود و تيبغيك يهضر تيقول لك سلام انا هما كيهربوا كيقول لي بعد اول حاجه معك هزه معك مكحله اول حاجه بعد هذه الكلمه دائما تسمع قل لي ما تجرؤوش مع او ضد حليمه. سمعي مزيان هاد الفكره، معاقبه المغتصب بالاخصاء. هناك دول في العالم المغتصب ما كتدخلوا الحبس، ما كتحكم عليه بالاعدام، ما والو، الحكم ديالو هو الاخصاء. بالعكس هاد الحكم ما فهمتش الاخصاء هي ماشي يعني انساني ماشي يعني واش كتعتبري ان هذه هي العقوبه اللي كت لا 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 تماما لا 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 ضد لان الحيوان وكانت ما تقدرش انك تاخذ في حقه هذا القرار، فما بالك الانسان؟ لا كاين عقوبات، كاين كاين بزاف الانواع ديال 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 العقوبات. انا ضد هذه الفكره. ضد؟ لا لا انسانيه. مع او ضد ان التمثيل يحتاج لعلاقات اكثر من الموهبه؟ بصراحه حاليا ما بقاش عندي هذا لا مازال عندك الحق. واش نقول لك، ملي كتكوني بعيده من واحد الميدان تيبان لك شكل اخر، ولما تدخلي تعمقي في اي ميدان تكتشفي حوايج كيخلعوك. كاين الموهبه وكاين الصقل ديالها بالدراسه، وكاين اللي ما عنده لا موهبه لا دراسه، وكنلقى هو خد بلاصه هذاك اللي عنده الموهبه. هذه كنلقى فيها صدمه بزاف صراحه. كنشكرك على هذا الجواب والجرأة ديالك في الجواب. اذا انت مع، ركزي لي مزيان على هذه المعلومه، حليمه مع او ضد الزواج من رجل متزوج؟ نجيب لك السؤال، بحال ما اذا مثلا حبيتي شي شخص ولقيتي فيه المواصفات، واش تقبلي تكوني زوجه ثانيه؟ ما كاينش الهريسه شي حاجه ناكلها؟ كاين الهريسه لا الصعق الكهربائي ما كاين والو. شوف هو انا مهم المراد البرنامج الله يحفظه صافي، انا دويت يعني تلقائيه وهذا ما عرفتش شنو من بعد، ما يمكن نشوف راسي من بعد نقول علاش جاوبت الجواب. اي حاجه كيسمح بها الدين ديالنا فهي انا كنشوفها مسموحه وما فيها حتى شي مشكل. رجل متزوج الا كان غادي يعامل، انا ندوي على راسي بعدا، الا غلقى فيه السند وغلقى فيه الرجل اللي غادي يكون فيه الاخ والاب والصديق ويساندني ويعاونني في بزاف الحوايج وكيف ما يبغي الاولاد ولا الاسره ديالو غادي يبغي لي انا يعني بحال بحال، فطبعا انا ماشي ضد، بالعكس ربما ما كاينش نقص في ديك المراه الاولى او لا هي خايبه ولا هي ما مزياناش او لا ولا عاد النظر ولا لا، ربما كاين شي حوايج كنكتشفوهم مع لاج ديالنا مع النضج ديالنا كنوليو ما كنبقاوش كيف ما كنا من قبل. لان انا مريت بواحد التجربه ديال الزواج وكنقارن ديك الوقيته داك العقل ديال ديك الوقت مع دابا. مثلا الراجل ربما يتزوج بواحد 20 سنه ولا 30 سنه، ملي كدوز ديك 30 سنه يمكن كيولي واحد اخر في افكاره. اكيد كنتطور كيتبدل كامل كيتطور كامل كيولي يمكن شي حوايج محتاجهم في حياته في واحد الانسانه اللي ماشي هي في المراه الاولى، فماشي نقص من الاولى وماشي ثاني ماشي حتى استغلال الثانيه، بالعكس تيكون كيحترمهم بجوج وتيقدرهم بجوج ولكن الفكره يعني علاش بزاف النساء كيرفضوا حليمه هو داك فكره انك كتقاسمي واحد الشخص كتبغيه مع واحد اخر، يعني هذه الفكره ديال ان واحد اخر كيشاركك داك الشخص ديالك هذه هي اللي كتكون صعيبه على بزاف النساء. شوف انا كنحترم الاراء وكل واحد الراي ديالو يحترم والاراء كتختلف، غير الراي ديالي انا ما كان شكل ولا شكل راه حنا كنتبدلوا. فهمتك. الانسان ما كيتقسمش، الراجل ما عمره كيتقسم، المراه ما كتقسمش، وكتقول الراجل ديالي، حتى واحد ما ديال شي واحد. جواب واضح. اذا انت مع، واخا في خبارك هذا الجواب اكثر جواب عطيتيني هاد الحلقه فاجئني. انا بالنسبه لي هاد المراه الفيمينيست اللي قدامي
يعني آخر وحدة في العالم تقول لي، ولكن أحترم وجهة نظرك، ويمكن كما قلتي مع الزمن أفكارنا كتبدل، كنضجوك شي حويجات ما كنكونوش كنفهموهم كنفهموهم من بعد. أهوية ممكن تاني لا أنا ندوزو الآخر معلومة. مع أو ضد أن الفروسية في المغرب هي حكرة على الطبقة الميسورة، لا التبوريدة لا الفروسية المودرن، القفز على الحواجز هذاك عالم آخر لأن فيه بزاف ديال الإمكانيات، ولكن ملي كتجي كتحللي كتلقاي التبوريدة كتخسري فيها أكثر. ماشي حكر ولكن يعني ما كاش عندك الفلوس حليمه باش تشري العود. انا كنشوف ماشي حكر زعما خاصها غير تكون غير عند الناس اللي عندهم الفلوس، لا هي كدابة حاليا واخا تكوني كتبغي هذا المجال ما يمكنلكش تدخلي له ولا ما عندكش فلوس. لا ممكن تدخلي له. ومين غتشري العود؟ مين تجيب عود؟ مرحبا بك اجي عندي. فهمتي كاين الحل، كاين الحل، لان انا كانوا كيجيو عندي بنات تيبكي وفاقدين الامل، كاين اللي هربانه من عند والديها ورجعتها، وكاين حالات كثيرة بلا ما نقولهم بحشومة نهضر فهاد الجانب، كتقولك أنا الحلم ديالي وهو نركب على العود وندير تبوريضة، ولكن راه ما عنديش حتى باش نمشي غير من هنا لهيه. قلت علاش ممكن؟ بالعكس أنا البنات لما تيجوا عندي راه حتى وحدة ما كتجيب شي عود ديالها، حتى وحدة ما عندها، اللبسة كيلقاو عندي، السرج ديال العود، المستلزمات، المكحله ديالها، كتلقى اون فاليز ديالها بوحدها، كنقول لك كتبي فيها السميه ديالك، حوايج نقيين جداد، عندي لي طاي، كل وحده شحال كتلبس، كتبي فيها الاسم ديالك وخذيها، ها العود، اختاري العود اللي غادي يناسبك، ولكن في التدريب عاد غنشوف واش يناسبك ولا لا، نقدر نبدلو لك، ملي كتجي كتلقى كل شيء متوفر. ندوزو للفقره الاخيره. مرحبا. غادي تبلوكيني اكيد في الفقره الاخيره حليمه. يلا الفقره الاخيره، سهم الصوره. الفقرة الأخيرة سهم الصورة في حلقة حليمة البحراوي. حليمة غادي نقدم لك مجموعة من الصور وغنعطيك واحد سؤال، وغادي نطلب منك أنك تختاري أكثر صورة كتنطبق عليها مواصفات هذا السؤال. على فكرة هذا في واحد شوية تشالنج، يعني كنوجدك نفسيا أن الاختيارات ما غتكونش سهلة. واخا يلا حليمة، بما أنك واحدة من أبرز المقدمات في المغرب في مجال التبوريضة طبيعة الحال، غادي نقول لك خرجي راسك انتينا من المنافسه واجي نوريك وحدين من اشهر المقدمين في المغرب، واختاري لي احسن واحد بالنسبه لك. واخا يلا غنقدم لك جوج الصور الاولى، حنا ماشيين وحنا كنقصيو في المنافسين. نبداو باول جوج اختيارات، المقدم حدو اوكعموش، صحي لي الاسماء حليمه الا مشيت غلط، والمقدم عبد الله حارث. بيناتهم جوج كنت تختاري حليمه؟ مقدم عبد الله حارث هو صديق وتبارك الله مقدم في مستوى كبير، ومقدم حدوك عموش الله يرحمه زاوية الشيخ جهة تدلى أزيلال، وشيخ شيوخ واحد من كبار المقدمين في المغرب اللي يعني كيعرف تبوريدة كيعرف شكون هو، هرم كبير وتعلموا منه بزاف الناس، ما خداش حقه. اختيارك شكون غيكون حليم؟ حدو كعموش. اذا المقدم حدو وكعموش بالنسبه للحليمه لحد الان هو افضل مقدم في تاريخ التبوريضة في المغرب. نشوفوا المنافس الثاني، المقدم محمد السميري. تبارك الله مقدم في مستوى كبير أبا عن جد، وخبير جدا في الميدان ديال الخيل، تتمنى له التوفيق وتنوجه له تحية، وصديق عزيز وغالي، إنما تنختار حدو كعموش. إذا المقدم حدو كعموش، الخبرة لحد الآن هي اللي رابحة. غادي نشوفوا المقدم اللي غيتنافس مع حدو كعموش. هاد المرة الصورة لي المقدم بوعزة عقيل. الله يرحمهم، الله يرحمهم، هادو أهرام صعيب صعيب. لا اضطريتي تختاري، هي مجرد لعبة حليمة، أكيد معزتهم عندك في قلبك بجوج، ولكن لا اضطريتي تختاري واحد فيهم شكون غيكون؟ بوعزة عقيل. بوعزة عقيل.
إذا بعزة عاقل كيتفوق على حد أكعموش. بالنسبة لحليمة البحراوي تهدي من الأجوبة اللي جاتني مفاجئة. ألوغ المنافس الموالي المقدم دحمان الحسناوي. عرفتي درتي شي اختيارات ودرتي شي ترتيب فاق الذكاء. مدة ما يعني ما حركنيش شي 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 فريق ولا شي مقدم في الميدان مدة طويلة صراحة. يعني ولو ياخذوا ولو يفوزوا بالبطولة وهذا، ولكن من بعد هاد الناس اللي توفوا ولا رحمهم يعني هاد الأهرام، فالوحيد اللي قدر أن يلفت انتباهي ويعجبني ونشجعه هو الحسناوي، لأنه بقى محافظ على الأصالة ديال الخيل، الأصالة ديال السرج، طريقة ديالو، طريقة الركوب، طريقة اللبس اللي كيتمثل الزي اللي كيمثل جهة الشرق. ونختار الدحمان الحسناوي لأنه كنشوفوا الاستمرارية وكنشوفوا المستقبل واحد الرسالة اللي غادي كيدوزها للشباب باش ما تضيعش هذا التبوريدة وهذا الميدان. إذا حليمة بالنسبة لك من خلال جوابك المقدم دحمان الحسناوي هو اللي فاز بلقب أحسن مقدم في تاريخ تبوريدة في المغرب. كنت سعيدة جدا جدا بهذه الحلقة. أنا استمتعت، نسيت أنني كنقدم برنامج وعشت معك قصتك حليمة. بارك الله فيك مجدة. بلاكس كنشكرك على احترافيتك وعلى البحث ديالك اللي ما سهلش. إنسان اللي تيكون يعني انتريسي راه تيبحث وتيجبد شي أخبار يعني اللي هو باش يقرب حتى للمشاهدين. وفعلا حتى أنا كنت مرتاحة معاك. الحمد لله كتضرب وانت مرتاح ماشي ستريسي. شكرا لكم. وآخر تشالنج نسولك سؤال أخير. إلا طلبت منك تقترحي لي اسم من المشاهير تبغيه يكون جالس في بلاصتك. عرفتش عندي كاينه واحد صديقتي هي بطله وتا هي قويه تبارك الله في سباق السيارات اللي هي هند أبا تراب، نبغيها تكون هنا وتا هي باغا نعرف عليها بزاف د الحوايج. إذا الدعوه مفتوحه لطبيعه الحال الرياضيه الكبيره هند أبا تراب. شكرا لك مره واحده اخرى، شرفتيني ونورتيني وبالشفاء العاجل حليمه. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعه. كنضرب لكم موعد في الحلقات المقبله من برنامج